انا جاي اخد الحاجه وهمشي. كده كده مش هينفع تعيشي مع واحد مثلا بهددك بالقتل، الحاجات دي مش هينفع. خرجت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش في فيديو لايف على صفحتها الشخصية في موقع انستجرام علشان ترد وتوضح الخلافات الكتيرة اللي بينها وبين جوزها حسن شاكوش، وعن طردها من منزل الزوجية، وكشفت تفاصيل مهمة جدا بخصوص خلافاتها مع حسن شاكوش. هنعرض الفيديو لحضراتكم دلوقتي. هعيد من الأول. الصوت حلو الحمد لله. نور وحشتيني. انتي القمر. تعالي تعالي. اختي ايه يا ماما؟ انا مش اخوات. شكرا. اعيد تاني. طيب وحشتيني قوي يا ناريكا، وحشتيني قوي. سلميلي عليه وبسهولي. لا ما فيش حاجة اسمها صلح يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها صلح. في ان في مشكلة كبيرة. ما ينفعش ان بنت تتحملها مع جوزها، وعيب ما ينفعش ان الواحدة تتحمله. فهي مثلا بتبقى عايز تخرج بالود او تشوف حل في المصيبة دي، لان هي مصيبة. تمام. وهو ده اللي انا عايزة ادخل لكم فيه دلوقتي. يا هدى انت كمان وحشتيني. معلش يا جماعة، اختيار غلط، محدش يعتب عليا، واختيار غلط والحمد لله، وانا بحبك جدا 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 جدا. تمام. الفكرة كلها ان انا خدت تمكين علشان حاجتي وهدومي وحاجتي الشخصية وكل حاجة، كل حاجة متعلقة بيا انا خدتها من بيت اهلي وديتها بيته. تمام. ونزلت، ياريت كل حاجة تتصلح. معلش. تمام. وخرجت من البيت، جيت تاني يوم ادخل اخد حاجتي. علشان الناس اللي بتقولي انت عايزه منه ايه، انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه هدومي وحاجتي اللي عنده وخلاص، مش عايزه حاجه تاني. وكده كده انا رفعت قضيه طلاق. بس اتمكننا بعد كده، التمكين خد رصاصه امنيه، قعدنا شهر. كل ده ليه؟ عشان ياخد هدومي وحاجتي. تمام. رحت امبارح وانا بتمكن نص ساعه واهله جم. انا كنت لوحدي، كان بابايا بس اللي دخلني ووقف بره. يعني اول ما حبي يخش راح حسن طرده. تمام. فانا قلت بابا خلاص يا بابا، احنا كده كده مش الدنيا، احنا مش عايزين كده كده مشاكل، انا جاي اخد الحاجه وهمشي. كده كده مش هينفع تعيشي مع واحد مثلا بهددك بالقتل، الحاجات دي مش هينفع. بس المهم هو مش راضي يطلقك. ليه؟ مش عارفه، من هحكي لكم. لا ما يا جماعه، حلقه شيخ الحاره كل اللي اتقال فيها سد، بس انا اللي ضحك عليا، انا اللي اتقال لي انه ده فيلم، دي ده هزار، بس هو كان سد. المهم انا بنسى. دكتوره علشان تطلق؟ لا لا يا سهيله، مش عشان اتطلق، على دراسه امنيه عشان ادخل البيت. فدخلت البيت امبارح، وبعد كده نص ساعه واهله جم. اهله على راسي طبعا، ما عنديش اي مشكله، بس هم كانوا مهددني وكان في مشاكل ما بيننا، فدوت اللي انا حبيت اثبته في محضر. قالوا لي تثبتيه في محضر في الاسم، ده اللي السبب اللي خلاني افتح لايف يعني، بس مش اكتر. لكن التمكين انا خدته. المفروض ان انا طلعت امبارح على الاسم، وما كانش ينفع ان انا ارجع لان اهله كانوا بايتين في البيت او مشي متاخر، مش عارفه. خد كتير. المهم نسيت. المهم اللي حصل ان انا جيت النهاردة الصبح، استحملوني استحملوني.
جيت النهاردة الصبح رحت البيت علشان المفروض ان انا معايا تمكين ومعايا مفتاح البيت. لقيت الامن بيقول لي ايه، استاذ حسن مش جوه ومفيش حد في الوحدة واحنا ما معناش تقرير انك تدخلي او احنا ما نعرفش او احنا ما نعرفش ان انت اتمكنتي وكده، انتوا كلكم طلعتوا على اسم. فين دبلته يا حبيبتي؟ دبلت مين يا ماما اللي انا البسها؟ اساسا كل حاجه معايا. بس الصوت حلو، ماشي، شكرا. شكرا، انت قادره بقى، انت قادره وطيب محترم، انت قادره. انت لكن انت اللي عشتي معايا، انا ما عشتش معايا. بس رحت شوية والنجدة جاتلي، قلت لهم يا جماعة أنا كمان بحبك يا ساندي. النجدة جاتلي والمهم إن هو امتنع عن تنفيذ قرار نيابة، امتنع عن حكم محكمة. أكلم بتوع الأمن بتوع الكومباوند وقال لهم تطلع على الاسم وتروح تشوف لها حل، ملهاش حاجة عندي ومش هتخش. بس لما جوي شاطرة يا ريم، ماشي. لما جت النجدة، الضابط بيقول للأمن ايه اللي حصل، قال له مفيش، هو امبارح وهو داخل قال انا طلقتها وهي ملهاش ان هي تتمكن. انا كده كده حتى لو متطلقة ليا 3 شهور عدة. الفكرة يا جماعة ان التمكين مش معناه ان انت تعيشي معاه. انا اتمكنت، شكرا يا مرام. هو في حد بيقول حاجة يا مرام انا مش شايفها؟ يا اماني. بس ده اللي حصل يعني. فهو ممتنع ان هو يديني حاجتي، حتى لبسي. مش نقول ان هو خد ورق القايمة وخد المؤخر وخد الحاجات دي كلها، بس هو الفكرة كلها ان هو اختلطت عليه الامور. يعني اختلطت عليه الامور ان هو هيعرف يعمل كده مع مين. انت بتعمل كده مع كل الناس. يعني انا من بعد ما فتحت الاكاونت ده وانا من المغرب وتونس وجزائر ودبي دبي 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 تجمع، الناس كلها مستوية منك، وانا ما كنتش عارف الكلام ده. يعني بنات متاخد حقوقها وفلوسها واوراق عرفي وهدومها وهدايا الماس وهدايا عربيات وكويته. انت عملت كل ده مع الناس دي، ممكن هم عشان ما تجوزتهمش رسمي. انت جيت عندي اتجوزتيني ليه؟ عشان تداري ايه؟ يعني انت تعرضت لايه قبل ما تخطبني عشان كده قررت انك تروح تتجوز؟ ايه الحاجة اللي انت كنت بتداريها؟ الحاجة دي انا عرفتها. بس مش عارفة اقولك ايه صراحة. المهم ان احنا لحد دلوقتي يا جماعة، انا محدش سمع ان انا بقول عنه حاجة. هو طلعني مريضة، طلعني ان انا كنت متجوزة وهو ما يعرفش. عمل كل حاجة، طلعني مزورة، عمل كل حاجة تغطي على الحاجة اللي عنده اللي هو مش عايز حد يعرفها، اللي انا برضو عرفتها. بس فانا لو النهاردة اتقال للضابط بتاع النجدة ان انا اتطلقت، فلو انت طلقت علشان القضية اللي انا رفعتها بتاعت الطلاق، لو جالك، لو انت عرفت ان انا رفعت عليك قضية طلاق ليه، وانت طلقت النهاردة عشان تلحق قبل ما تتعرض على القضية ديت او قبل ما تشوف ايه اللي هيحصل فيها، فانا خلاص ما بقاش في سر. انا عايز اعرف لو انت طلقت عرفني عشان اطلع اقول للناس السبب اللي خليك تيجي تخبط على الباب وتقول انا عايز دي من 3 سنين انت الجيران بس في شفارت. الكومنتات فيها كمية حياة.
بنت الجيران ما بتسيبش فرد، اللي سجدت شكر لله وعملت كل الحاجات دي. السبب بقى اللي انت لبسته لها، انت جيت وقلت انا عايز اخطب واحده بنت ناس، عشان انت قبل كده اعترضت على واحده اللي ما كانتش بنت ناس من تفكيرك، يعني انت كنت مستوعب ان هي مش بنت ناس او ايا كان. بس احنا في الاول وفي الاخر يا استاذ، يا جماعة الموبايل سمع المشكلة بتاعي ولع. مين اللي وقف لها اللايف؟ انا خلاص انا موجودة. اللي هي الكومنتات فيها كل حاجة، انا مش محتاجة اقول. ما علينا يا جماعة، ما علينا دلوقتي كده. كويس الدنيا ماشي، مفيش مكالمات والله، الموبايل بس ولع من الخضة. المشكلة ان انا بنسى. تحية للكويت. يا جماعة لا انا كنت متجوزه يا ماما قبله، انا اتجوزت قبله سنه، اتجوزت شهر 11 2020 وانفصلت 2/2/22، قعدت سنه وشهور. بس هو سال عليا قبل ما اتجوز، هو كان جاي يغني في فرحي اصلا القديم. بس فلو سمحت يا جماعة، لو سمحت، البني ادم ده ليه جمهور وبيستخف بعقولهم وبيقول انا بحافظ على ولاد الناس. انا هدومي عندك، هدومي الشخصية، حاجتي الشخصية عندك، احتفظ بيها ليه؟ انا ولا مش عايزة اقول اسماء البنات بس عشان حرام وعيب. بس البنات كتير قوي، انت بتاخد هدومهم بتوديها فين؟ يعني انت بتاخد هدومهم واوراقهم وحاجاتهم وفلوسهم، في ثانيه الا ثانيه الواحده تطلع اوردر تيجي ترجع تلاقي الكومباوند مانع دخولها. ده ليه؟ انت ليه عايش في جو المؤامره ده؟ انت مش محتاج. يعني انا قدام مصر كلها قلت في الحلقه هو مش محتاج ان حد يجيب له حاجه. انا كنت مغفله، انا موت، انا معترفه يا جماعه، انا كنت مغفله، انا كنت مغفله. ما انا ما اعرفش ان انت بتقبل، يعني ان شيخه تجيب لك سلسله من ورا جوزها. انا ما اعرفش ان حاجات كتير قوي. انا بره عني، ما تخصنيش خالص. انا اللي خصني ان انت طلعت امبارح قلت احنا بنحافظ على ولاد الناس، احنا اللي خدنا اللي ايه، قول اللي مشجعك، لما مش عارف ايه مش هرجعك. قلت كل الحاجات دي وانا سكت. انت ليه معترض انك تديني حاجتي اللي عندك؟ محتفظ بيها ليه؟ ممكن يكون هيلبس الهدوم، مش عارف. شكرا يا روان. بس ف يعني جماعه بعتوله قولوله احنا جماعه، احنا جمهورك. انا بعترف لكم انا ماليش فانز، انا ما اعرفش حد، محدش يعرف. انا واحده ولا ليا دعوه ولا شهره ولا الكلام ده كله. والله العظيم سبب ان انا فتحت الاكونت ده ان بس علشان اعرف اتعامل معاه، يعني اعرف لما يبعت حاجه اعرف ارد عليه. لكن بمجرد ما الموضوع ما يخلص، انا برج الاسد، بمجرد ما الموضوع يخلص انا هقفل الاكونت، ولا حد هيعرفني ولا انا هعرف حد ولا ليا في الشهره. والله العظيم ولو على الشهره عادي، ما انا اتصور وانزل. مش محتاجه ان انا عشان مرات مش عارف ايه، مش محتاجه. ده بقى عبء عليا على فكره، اللقب بقى عبء عليا، بقى وحش بالنسبه لي. يعني انا الناس كانت كلها بتقول هو انت اتجوزتي الشيخ الشعراوي؟ انا كنت بقعد اقول هي ليه الناس بتقول لي كده؟ تاري الناس ليها وجهه نظر انا ما اعرفهاش.
انا ممكن اكون معلش غبية، صدقت يعني مثلا في تاني يوم جوازي جات لي مسج من واحدة ان هو قال لها ان انا جوزي منه فيلم. لما بعتت لي الرسائل اللي ما بينهم اللي هو قالها في شيخ الحارة، هو بيقسم لها ان الجوازة فيلم، هو بيقسم لها هو يا جماعة كان متجوزني عشان يداري حاجة. طب انت ضحكت على البنت دي ليه؟ انت اللي انا اعرفه ان انت قلت لي ان انت مرتبط بيها بقالك 4 أو 5 سنين، انت ضحكت عليها ليه؟ وايه جو المؤامرة ده؟ واصل انا سبتها عشان تعمل لي اعمال. هو في ايه؟ هو في ايه يا بابا؟ هو انت في ايه يعني؟ يعني اللي فيك زيادة عن البني ادمين؟ ما كلنا واحد، ليه دي هتتآمر وليه دي هتطلع وليه اصل دي مزقوقة اصل دي مش عارف ايه؟ مفيش حد يعرف بنات غيرك، مفيش حد بيعرف بنات غيرك. لو سمحت، انت مين قالك بقى ان هي اسمها كده؟ بس انا مش واحدة من الناس اللي انت ضحكت عليهم، خدت حاجاتهم واستخفيت بعقولهم. الناس دي ممكن يكون ما كانش ليهم ظهر، ممكن يكونوا بيخافوا منك، وانت اللي قايل لي ان اي واحدة كانت بتحاول ان هي تعمل لك مشكلة انت كنت بتنزل لها الحكومة في المكان اللي هي بتشتغل فيه، وتروح انت كواسطة خير بتخرجها عشان تبين لها ان انا اهو انا الصدر الحنين، فما ما تعمليش معايا حاجة. فانت مش هتعرف تعمل معايا كده يعني، انت عملت كل حاجة، فضحتني بكل الطرق بكل الطرق. عندها مرض، انا حابة اشكرك واشكر الشخص التاني اللي كان في حياتي علشان انتوا اتهمتوني ان انا مريضة. الحمد لله والشكر لله، والشهادة دي منكم، فده بيثبت ان انا محدش هيقدر يتكلم عني. ان انت كنت ممكن عقلك يجيبك ان انت تقول انا دخلت لقيتها مع واحد، او انا اصل هي مش عارفة بتعمل حاجة مش كويسة. فانا مبسوطة ان انت قلت ان انا عندي مرض احسن ما كنت قلت حاجة تانية. وارد انك تقول انت كده كده ممكن تعمل اي حاجة عشان تداري الحاجة اللي احنا عارفينها. بس ف يا ابن الحلال، احنا دخلنا بالمعروف وهنخرج بالمعروف، هتديني حاجتي؟ مش حاجتي اللي هي مش حاجتي اللي هي الفلوس، مش الماديات يعني، حاجتي اللي هي عندك، حاجتي الشخصية اللي انت لميتها في شنط امبارح. بس وتعرفني هل احنا اتطلقنا ولا لا علشان اعرف هكمل في القضية بتاعت الطلاق للضرر ولا ريما. انزل ايه يا ريم؟ قوليلي. شكرا يا ضحى. ولا اقول بقى للناس، لان انا ما عنديش اي استعداد اني واحده تتظلم تاني يعني. انا البنات كلها اللي انت عارفهم من غير اسماء او باسماء، كل الناس اللي انت دوست عليهم تم نكلموني وبعتوا لي رسائل وفيديوهات فيديوهات، بعتوا لي كل حاجه. كل حاجه. شكرا يا يا مروم. انت مش مستوعبه الناس دي رحمتني من ايه يا مرام. ده لو كان قال انا دي فيها اي حاجه مش كويسه الناس كانت هتصدق. انا مبسوطه، انا مبسوطه ان هو قال ان انا فيها عيب، انا مبسوطه من ده. طب ما تيجي يعني، انا طلبت ان احنا نتعرض على الطب الشرعي احنا الاثنين، هنشوف يعني نعمل حفلة طلاق. طب ما احنا عملنا الحفلة من شوية، الجمبري والكبدة، انت عايزة ايه تاني؟ تمام. انا بقى ولا واحدة مزقوقة، ولا المغني الفلاني اللي بيكرهك زائقني، ولا عايزة منك حاجة، ولا عايزة منك فلوس، ولا عايزة الفيلا. احنا مش داخلين مع بعض على كده. لو احنا عايزين فلل وعايزين 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 كنا كتبناك حاجات كتير. انت الورق لسه معاك، فركز في اللي انت بتعمله.
ركز، ها ركز في اللي انت بتعمله عشان عيب عيب. انت المفروض جيت وقعدت معايا هنا في بيتنا وقلت لي الاثنين اللي انا اتجوزتهم شرعي، والواحده كانت بتشتمني والتانية كانت باردة وما بتعمليش وما بتسوليش، انا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت اعالجك، عملت كل حاجة، كل حاجة انت كنت عايزة انا عملت لك، انا ما صرتش معك في حاجة، وعمري ما كنت استوعب الغدر. يعني احنا يعني انا خرجت مثلا من البيت الساعة 9 الصبح، تاني يوم ارجع لقيت كاتب اقرار. انت ايه ده، في ايه، هو في ايه، مالك؟ بعدين بيقولك قرار تبكين بالمشاركة، وانا داخله لك لوحدي، رحت جبت الناس دي كلها ليه؟ هو انت خايف اول درجتي، هو انا مرعبة؟ ده انت كنت عايش معايا، انت عارف ان انا مع يعني اليفة. ازاي هو مش تمام صاحب بنات؟ مش عارف يعني. بص يا جماعة، محدش يلومي، هو احنا في البلاشر دلوقتي، البلاشر اماندا تمام، واحد زي بنت ناس مستحيل تقبل تاخد فكره يا جماعه، وحيات رب ماركه البلاشر اماندا. بس هنشور معي الايس، ما لا مش عارف، ما عنديش معلومات هل في ايس الفتره دي ولا لا، ما عنديش معلومات، مش عايزه اعرف. انا طلعت علشان ناس كتير قوي، يعني انا كتبت انا هفتح لايف بعد نص ساعه، انا لقيت مصر كلها احنا مستنيين اللايف يا جيمي يا روح قلبي، ان احنا مستنيين اللايف وافتحي وبتاعه. انا مش عارف ان انا ليا شعبيه كده يا جماعه، ايه ده، في ايه ده احنا هنخلص كل الموضوع دوت وهن مركزين في البلاشر، وهنعمل وهقفل الاكونت عشان انا يعني اهلي اصلا اعترضوا على قصه ان انا يبقى عندي اكونت وكده وناس، وانا يعني حاولت على قد ما اقدر اقنع بابا ان في ناس ربها السوشيال ميديا، في ناس ما بتخافش من ربنا، بتخاف من الجمهور. الناس اللي قاعده اقول لهم انا اعرف البنت الناس اعمل فيها ايه وبنت الكلاب اعمل فيها ايه، انت ما بتفرقش، انت ما بتفرقش، انت ما سبتش حد، عرفت كل الناس، رقصات، اوردرات، مسلمين، مسيحيين، كل الناس، عرفت كل الفئات. انت عايز دي تاني، انت عايز دي تاني، ده انا عمري ما هسامحك على انك انت كنت سبب في ان انا يعني انت عارف انت كنت سبب في ايه، ان انا يعني اتحرم من ثوابه في رمضان، فانا عمري ما هسامحك من ده. برضه انا مشيت ورا جهل وتخلف علشان ارضي واحد المفروض ان هو جوزي، وانا كنت فاكرك بني ادم كويس، وللاسف البنت كتر الف خيرك اللي بعتت لي يوم الخطوبه، في واحده بعتت لي مسج وحذرتني، وكتر الف خيرك والله، انا اسفه ان انا ما سمعتش كلامك، بس انا عمري ما كنت اتخيل ان في شخص في كل العيوب دي، في كل الحاجات الوحشه دي، الباكج في باكج. بس على ايه والله، الفلوس مش مع واحد زي دول حرام. النهارده كنت بتكلم مع حد من صحابي، فبيقول لي اي حد هو عارف هو مين، فبيقول لي اي واحده يعني لما يجي لها حد مشهور وكده اي حد بيجي لها واحد مشهور المفروض ان هي يعني تقبل بيه وبتاعه كده. رحت قلت له يعني المغني او الممثل بيبقى بره البيت مغني وممثل، بيدخل بيته بتظهر طباعه، يعني ما بيعيش النضارة التيشيرت والبنطلون والشوز، بيعيش بطبعه، بيعيش باللي تربى عليه، بيعيش باللي جواه، بس ما بيعيش ان هو مطرب ولا كده. بس
ما لو هو انتوا يا جماعة في ايه؟ لا 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 لا، هو ما عندوش حاجة اسمها صلاة، ما عندوش حاجة اسمها صيام. انا ساكن جنب الجامع، مش عارف ايه، كان في حاجة كده نازلة من فترة، انا قريب من ربنا بس ما بصليش، حاجة زي كده يعني. بس مين ده يقتل مين؟ يا ريت يا ريت يقتلني يا جماعة، يا ريت يقتلني، ده انا هبقى مبسوطة قوي. مطرب ده انا بيجي لي صح. يا جيمي بصوا يا جماعة، انا هو كل اللي هقوله لكم حاجة واحدة، يا روح قلب المغرب 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 المغرب، كل اللي هقوله لكم حاجة واحدة، ان اي واحدة شايفة ان انا غلطانة تروح تتجوز، تروح تعيش معي بس، وهي تقرر، هي تقرر ايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل، وهترضى بايه ومش ترضى بايه. بس امثل ايه؟ لا ما بمثلش، انت خدت حاجة من بل... ما... يا جماعة ما خدتش حاجة، انا ما... هو انتو... انا عملت تمكين عشان اعرف ادخل البيت عشان اخد حاجتي اللي هي اهم من الناس، يعني اهم من الاشخاص. على الحاضر، انا كمان بحبك. غلطانة ايه بس يا ستي؟ ربنا نجيبك. شكرا يا رب. انا هو ده راجل حيحان بموت. هو انت ضحى ودنيا شغالين ضحك في اللايف بتاعي، انا معرفش اتكلم كلمتين جد مع على بعض، في ايه؟ الجندي المجهول ريم طارق فانز. جماعة لحد دلوقتي معرفش مين ريم طارق فانز دي. يا رب، اللهم امين، ويعوض كل الناس يا رب. انا حاسه ان انا ما طولت عليكم. لا بقى التمكين بقى ايه يعني؟ نتفرج على اللايف او نتفرج على التيك توك اللي هيبقى نازل بقى والعالم كله يشوفه كده. انا كمان بحب اي ندى، الناس عايزه تعرف الميك اب ايه. بص يا جماعه، عشان نكون متفقين، اي حد هيبعت لي الجمله السخيفه بتاعتها عبستك ازاي ومش عارف ايه دي، هعمل له بلوك. متفقين؟ انا يوم ما نزلت الشات ما كنتش اعرف اصلا ان مكتوبه الكلمه دي، اقسم بالله اقسم بالله انا اصلا قريتها غلط. يعني انا قريتها هي كان مكتوبه عفستك ازاي وانت، انا فاكراه بيقول لها عفستك ازاي وانت مش بتستني. اقسم بالله يا جماعه ما اعرف ان هي مكتوبه كده، ما كنتش اعرف ان هي كده. يا جماعه ما حدش بعت لي البتاع دي تاني، عشان ايه؟ ما عملوش اللي هيبعت لي اعمله بلوك بس. يا لا، ده انا مش شايفه الكومنتات، مفيش بنت. في واحده بتقول لي كلام سلمى مجدي صح، مفيش بنت هتطلع تقول كميه الحاجات في شخص، يعني كميه الحاجات الوحشه دي في شخص، الا ما هيتشكك في كلامها. لا دي ممكن تكون كدابه، زي ما انا مثلا ما قلت لا، طب ما ممكن تكون، طب ما ممكن تكون لها مصلحه، طب مش عارف ايه، اصل في شخص في كل الحاجات الوحشه دي. يا ربي، في شخص في كمية الحاجات دي. لا اكيد، لا اكيد، لا هي قالت كل الحاجات، هي قالت كل حاجة. انا ما كنتش مستوعبة ان ايه ده، يعني احنا مثلا فينا كلنا طباع وحش، يعني في شخص في طبع الكذب، اللي ما بيصليش، المخدرات، الحاجات دي، لكن في واحد كل الحاجات دي. لا، والحاجة الوحيدة اللي قالتها بقى، انا بقى ابصم لكم عليها بالعشرة، الحاجة اللي احنا عرفناها بقى دي، والحاجة التانية اللي هو خد حاجتها دي، حول الله يا رب. يعني انا عاد عليكي الصراحة، ان انت ليه ما عملتيش محضر؟ ايه السبب؟ ليه؟ شكرا شكرا يا بتقول هو شبكة. هو في الاول في الاخر انسان، و
الكتعة مش عايزة تصلح. مين الكتعة؟ انا مش هرد عليكي، انا لو اتحبست هتحبس بسببك انتي. احنا محتاجين نعرف، احنا محتاجين احنا الاتنين يتكشف علينا. انت والله العظيم ما عارفه، والله يا حبيبه قلبي انا ما عارفه. انا لو عرفت، بص يعني انا طلقت، هتلاقيني طلع عليك بكره مثلا لايف او بعده لايف، واوريكي عريضه الدعوه بتاعه الطلاق اللي انا عاملاها. لو ما اتطلقتش همشي قانوني في القضيه اللي انا فيها، ونشوف بقى الدنيا تمشي فينا ازاي. بس طب اعمل ايه يا جماعه؟ خلاص كده انا قلت كل حاجه. تعالي يا ريتا، تعالي خدي، تعالي اديكي حاجه حلوه. ربنا يخليك يا مروه، شكرا لك. جاوبي ريم، انت راح تحذفي الحساب ده؟ اه ان شاء الله اول ما اخلص القصه. يعني هو ده اللي في نيتي، لان انا مش بعرف يعني، ماليش في. ممكن اعمل اكونت ويبقى عليه صحابي وانزل صوري وكده، لكن الشهره لا، ضربتها صعبه قوي، وحاسه ان الناس كلها بقى يعني بتتدخل، وانتي ايه اللي انتي عامله ده؟ لا رعب يعني، الله يكون في عون الناس المشهور. موضوع مش سهل. شكرا يا ايه ريم. متى عايزه ايه يا مرام؟ متى ايه؟ متى بنروح على اليمن ولا متى بلجيكي؟ لا يا ريم، ايه انتي مبسوطه ان انا فاتحه لايف؟ الشنطه البينك مش مامته كانت غضبانه وزعلانه، وانا مش عارفه صراحه هي مامته يعني من الناس الحقانيه، بس هي يعني الله اعلم بقى ايه اللي وصل لها. هي مش عارفه الصراحه موقفها ايه، الصراحه مش عايزه اظلمها، مع ان هي يعني اتسببت في ظلمي، بس انا مش عايزه اظلمها. انا مشفوره عنك. مخلصه قلت لها سيبي انا والدنيا وضحى نطلع لايف. انت اتصاحبتي؟ طب يا جماعة عايزين تسألوني في حاجات تانية قبل ما اقفل؟ شكرا حبيبتي، شكرا. مين ده اللي هيعمل قضية الشير؟ يعمل قضية الشير بإيه؟ ما اقفلش افضل عايشه حياتي فاتحه اللايف؟ طب ماشي، انا ممكن اجيلك يا ساندي، او تجيلي تلاقيني لسه في خيري، مش هتبقي بغيري. استنى ايه يا طنط؟ عايزه ايه؟ ما احذفش الحساب، ابعتي لبابا قولي له خلي ريم تفتح لنا، تسيبي الاكونت عشان نفتح فيه لايف. تقفليش الايميل يا روحي. يعني انت يا ساندي عارفه ان ابويا هيوافق ان انا هفضل فاتحه الايميل؟ او ايميل ايه يا ام؟ انا مش زعلانه، بنطلب وجودك معانا السوشيال ميديا. لا يا ندى ما اقدرش، احنا خلاص احنا صاحبنا ونخرج مع بعض ونبقى لزاز كده، وعلى راسي واتشرف بيكي، وشكرا ليكي يا ندى على وقفتك معايا. لكن انا بمشي في الشارع ببقى خايفه، مرتبكه كده. بعدين انا اصلا من نوع الناس اللي بصدم كده، لما بيحصل حاجه بتلاقيني مبلمه، فما ليش. لا خليكي قويه وخدي حقك. حاضر ان شاء الله باذن الله يا جماعه. و يعني بعد كل ده انا مش قويه، انا واحده غيرك اللي تنتحر بقى قطعت شرايينها. هند بنت عمي ممكن بعشقك. هو انت يا طنط، هو انت فاكراني ايه؟ هو انت بتتعاملي معايا ان انا الراجل اللي في الافراح اللي بيقول مش عارف ايه، ومع الحاج مش عارف مين بيجامل؟ ممكن نتعرف انا وانت يا ريم؟ حاضر يا كنز، انا هقول له ده حبيبي.
مين يا ده حل حبيبي؟ فين يا جماعه الدبله؟ والله العظيم ما معايا دبل، والله العظيم ما معايا دبل، كل اشياء اتسرقت. راديو الشربيني الوحش. عايزه ايه ندى؟ ندى تعالي قولي لبابايا يا عم عادي ريم تظهر على السوشيال ميديا عادي وتتصور وكده، وانا كمان بحبك. هتقولي لبابا متى بشوفك؟ والله يا مرام على حسب، ممكن بابا بكره لو نزل عندكم هكلمك واجيلك، على حسب، لو ما عنديش اسم نيابه محكمه مصايب اجيلك، اكلمك واجيلك. وحشتيني اصلا. اسمي تيك توك، التيك توك هبعت لك رقم يا ندى. التيك توك بتاعي موجود على الانستجرام. لا هند بعشقها من الالتراس اهلاوي. طنط يا جماعه بتشجع نادي الاهلي وعايزه الاهلي يكسب. ريم اديني رقم باباكي. مين ده اللي بيحب؟ محدش فاهمين غلط. في بني ادمين كده كرهه، ده غرور يعني. في بني ادمين كده بتكره الناس وبتكره نفسها وبتكره حياتها وبيبان ان هم كويسين. احس ان انا طولت قوي، انا محتاجه اقفل. انا كل اللي عندي بنات. او بصي على فكره اكتريتهم ضحايا. تروحي فين؟ عندنا نيابه. لا نيابتي انا هطلع انام. شكرا يا دنيا. جماعه دنيا اختي لو عملت ايه مش هتبقى ريم. يا سارة انا قلت ايه اللي حصل في شق الحاره؟ شق الحاره كانوا هم في معلومات جايبينها عنه حقيقيه، وهو كلمني في التليفون وقال لي دوت في تمثيليه هتحصل، بس انا برضو ما كنتش مصدقه من الارتباك اللي كان حاصل يعني. بس بعد كده بقى عرفت الناس بقى بتوع التجمع وفيلة التجمع والحريق بتاع فيلة التجمع كلهم كلموني. بس الناس اللي سافرت وهربت، خدت بناتها وهربت عشان الاوراق بتاعت العقارات 7 مليار، كل دول كلموني. بس احفظي الفيديو عشان في ناس عاوزة تشوفه في المحاضر. ماشي انا كمان بحب. انت شايفه كل معاك يا نور، كل الناس معايا بتدوني مثال. انا حاسه ان انتوا بقيتوا. شكرا. انا حاسه ان انتوا بقيتوا تستهزئوا باللايف بتاعي. انا هقفل. انا كنت فاتحه اتكلم كلمتين جد، بس انا هقفل من طنط ودنيا وضحى ونور. هحذف الحساب اهو. انا يعني انا ايه بقى؟ انا ولا مغنيه ولا ممثله ولا رقاصه ولا حاجه يعني. انا ما انا خلي عندي ليه حساب زي ده؟ ايوه معمول عشان حاجه معينه. واستنى ايه يا طنط؟ خلصت. شكرا. ريم معايا الكومنتات ايه نور؟ دنيا انا كلمت بابا وقلت له ان انا هفتح لايف. ريحي. انا طب اقولي لكلمك اقولك ايه؟ عايزين اسيب الاكونت ما مسحوش ما اقفلهوش. حاضر عيني هقوله لما يجي. طب يا جماعة ايه رأيكم حد يطلع معايا لايف؟ هدير الخولي. هو انت مع هدير؟ هو اللي انت بتبعتيه دوت ان انت تطلع معايا؟ والله طب ماشي يلا. لا اكس ايه ده؟ كان في ناس، كميه ناس. حاضر يا سب.
ما راح اقلك تعالي روح اطلع معايا، هتموتي وتتشعري. يا امان يا جماعه، كوتش اماني كوتش يوجا تمام، واول ما هتيجي مصر في شهر 11 باذن الله هتعمل لنا كلنا كلاس يوجا فور فري عندها في البيت. تعالي اجيب رقمي. تعملي ايه برقم يا شيرين؟ بس ليكي من الامارات مش قدام الناس يا ريم. بصي والله انك تخلي الاكونت ما تحسبوش لغايه ما القضيه تخلص لمصلحتك. ما انا اؤمن لحد ما القضيه تخلص، القضيه تخلص والعده تخلص والموضوع بتاعنا يخلص. هون بصي ليكي من السعوديه. الدنيا ريحي، كفايه مصيبه واحده حصلت النهارده ان انا طلعت لايف. تطلعي انت كمان هتبقى مصيبتين واحنا الاثنين هنترد. انا عمري 28 ان شاء الله في جلسه الطلاق يوم 27/7 هتم 29. لسه ما عنديش روتين، اقسم بالله اقسم بالله يا جماعه ما بعمل حاجه بجنيه. انا كل حاجتي معايا. انت اتجوزتي يا ريم؟ لا ما اتجوزتش. نعم نعم يا رضوى، قولي لي يا حبيبتي. بتنكيجي انت جاية متأخر ليه؟ ليه مخبريني شو صار معاكي مع شاكوش؟ يا عمري راح تلاقي اللي صار معي في اللايف. اشكر عم طارق على الانتاج.